مساء الخير على كل السادة المشاهدين، مساء الخير على كل متابعين برنامجكم الناس والبرلمان. برنامج الناس والبرلمان موعده أصلا الساعة يوم السبت. النهاردة أنا طالع بحلقة استثنائية، لأن كل السادة المشاهدين يمكن وحشتوني فعلا، وأهل القليوبية الكرام وأهل كل محافظة، أهل جمهورية مصر العربية الطيبين. فعلا إحنا شعب طيب جدا، شعب جميل جدا. ينقصنا حتة التنظيم اللي كنا بنتكلم عليها في الحلقة السابقة. مع شوية نظام هنبقى فعلا أحسن شعوب الأرض. أحب أكلمكم كلكم، أحب أتعامل معاكم بكل أريحية، كأننا إخوات، كأننا أصدقاء، كأننا مستنيين بعض، مستنيين مش مستنيين على أخطاء بعض، بنحب بعض زي ما قلنا. لما نيجي نتكلم عن برنامج الناس والبرلمان، زي ما قلنا نبذة مهمة جدا. لما هنتكلم هنبتدي نتكلم عن محافظة القليوبية. محافظة القليوبية المحافظة الجميلة جدا اللي تعداد سكانها يكاد يصل لستة مليون نسمة. احنا بنتكلم النهاردة عن مشاكل، عن مشاكل في مركز لبلد جميلة جدا ألا وهي كفر شكر. مركز بيها مركز لقرية عامر ورضوان. كفر عامر ورضوان فيها مشاكل، هنتكلم النهاردة عن كفر عامر ورضوان بعد ما كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على منشية النور في مدينة بنها. مدينة بنها ألا وهي العاصمة، العاصمة اللي المفروض تبقى أقوى وأفضل من كده، اللي بنتمنى أنها تكون دائما أفضل من كده. وخصوصا كان في مشاكل في مدينة بنها، وخصوصا أن المشكلة اللي حصلت في وجود حريق في سوق في بنها. الحريق ده أدى بيه ان حتى المطافي ما قدرتش تدخل بسبب الباعة الجائلين. الباعة الجائلين اللي لو اتفرجتوا عليهم في شارع يسمى شارع الشموت ومنطقة منشية النور، وصل بيهم ان هم قافلين طريق الحركة المرورية وكمان حركة المشاة. وكمان في تنظيم خاطئ للكوبري، الكوبري الواصل ما بين منشية النور والحرس الوطني على رياح التوفيق بتاع بنها. كان في تصميم خاطئ للكوبري، وكمان ده أدى على بيؤدي إلى شلل تام في حركة المرور وحركة البائعين. ومن هنا احنا بنطالب ونناشد السيد المحافظ انه يهتم اكتر. اتحرك بعد الحلقة بتاعتنا، اتحرك وابتدى ينزل اكتر على المنطقة وعلى المكان. لكن احنا بندور ان لازم يكون في متابعة ومراقبة لكل موظف موجود من الممكن ان يسيء الى القيادات. الموظف البسيط اللي ممكن بمكالمة تليفون او بعربية او بحركة يبتدي يروح وينبه الباعة الجائلين او ينبه اصحاب المصالح الشخصية ان في مرور وفي زيارة هامة من محافظ او من وزير او من مسؤول. ومن هنا لازم يبتدي نشد على أزر المسؤولين في مشاكلهم. لازم نقف معاهم ونحاول نحل، ندور على مين الفاسد، ندور على الفاسد. هنبتدي نتكلم، نرجع نعود تاني لكفر عمرو رضوان. كفر عمرو رضوان هنبتدي نتكلم عنها. كفر شكر بكل مراكزها، منها تقرير كفر عمرو رضوان اللي عايزين نسمعه، وبعد كده نرجع نتكلم عن كفر عمرو رضوان وعن مشاكلها ونحاول نوجد حلول. معانا التقرير، يا رب يكون زمايلنا في الاعداد يكونوا مجهزينه. اتفضلوا طلعوا لنا التقرير ونتابع بعد الفاصل وبعد التقرير. دلوقتي بنقول للناس المسؤولين ارحمونا ارحمونا وارحموا الاهالي،
الوقت البرنامج بتاع الرئيس كل حاجة اللي هي بتعمل 3 سنين بتعمل في سنة. أنا الحاجة دي كانت المفروض تتعمل في سنة، أنا النهاردة بعملها في 3. يبقى الناس الموجودة الصرف الصحي بالأليوبية مش كويس، الناس اللي هي مسؤولة في الصرف الصحي المهندس خالد عبد العزيز والقائمين على الصرف الصحي مش كويسين، الشركة مش شغالة يا أخي ما تمشيها. يعني احنا هنستفيد ايه من ان انت تقعد شركة 3 سنين في 3 كيلو في كفر عامر رضوان؟ كفر منصور ما بدأوش فيها، كفر منصور بنقول المحطة ما سلموهاش. احنا ايه المانع ان الشركة ما تشغلش؟ الشركة واقفة بقى لها دلوقتي اكتر من شهر عشان 2 طن حديد. انا نجي الناس نتفاعل ونجيب الحديد للشركة عشان تشتغل؟ الاهالي قولوا لنا يعني ايه المعوقات بتاعت الصرف الصحي؟ وبعدين الصرف الصحي عمال يدي مدد للشركه، طالما الشركه بتاخد مده وما فيش اي معوقات خالص قدام الشركه، الصرف الصحي بيدي مدد ليه للشركه؟ احنا دلوقتي بالنسبه للشركه دي ما فيش قدامها معوقات اللي انا اعرفه كده. في انا دلوقتي عايز 3 كيلو المفروض انهم يخلصوا في سنه. فاحنا بنناشد المسؤولين وبنناشد السيد المحافظ، السيد المحافظ نزل مره وكان العمل متوقف من 6 شهور واحنا ما رضيناش نتكلم. فاحنا بنقول دلوقتي يا اخوانا بعد اذنكم احنا عايزين نشوف الموضوع ده. بالنسبه لموضوع الصرف الصحي، بالنسبه للصرف الصحي عندنا البلد نصها داخل الصرف الصحي ونصها مش داخل. يعني عندي 150 بيت في القريه مش داخل لهم صرف صحي. ليه؟ بحجه ان هم خارج الكردون. طب الناس دي بانيه من سنه 70، يعني الناس دي بانيه من سنه 70 ومعاهم ورق ان هم بانيين من سنه 70، اعمل ايه؟ يعني الناس دي تعمل ايه؟ طب ما تدخلش صرف صحي عشان هو خارج الكتله السكنيه؟ طب نعمل ايه؟ يعني شوفوا لنا حل. الموضوع بتاع النص القريه يخش صرف صحي والنص ما يخشش، وطبعا اللي مش هيخش صرف صحي مش هيخش غاز، وانا الغاز داخل عندي. يعني عايزين المسؤولين تبص لكفر عامر رضوان، كفر عامر رضوان دي افقر قريه على مستوى مركز كفر شبرا. احنا دلوقتي معانا ورق بكده ان هي افقر مركز، افقر قريه على مستوى مركز كفر شبرا. بالنسبه لحضرتك الملعب بتاع مركز شباب، عندي ملعب حاطط ايدي عليه من الري من النيل، حاطط ايدي عليه من 22 سنه وما فيش اي حد، ما فيش حد عايز يخصص لنا حاجه. هو المحافظ عادل حسين خصص لي 5 اراضيات، في 9 اراضيات عايزين نخصصهم. فاحنا بنناشد وزير الشباب والرياضه وبنناشد وزير الري وبنناشد رئيس الوزراء وبنناشد رئيس عفا بتاع السيسي. الملعب ترابي، مش عارفين نعمل سور، مش عارفين ننجله، مش عارفين نعمل اي حاجه. الشباب داخل للتطرف، داخل مع الارهاب، داخل مع ده مع ده. اعمل المركز الشباب عشان نتلافى الموضوع بتاع الارهاب والاخوان والحاجات دي. احنا بنطالب ان احنا عايزين مركز شباب. الناس النهارده مفيش مركز، مفيش ملعب. الشباب النهارده بيدور على البانجو، بيدور على ده وبيدور على ده وبيدور على الحاجات دي. انما لما نعمل لهم ملعب محترم والمركز ياجره للشباب هتبقى حاجه كويسه. انا عندي كفر منصور فيها ملعب متنجل، كفر رضوان ملعب متنجل، كفر علي متنجل، سنيت متنجل، مفيش الا القريه بتاعتي اللي فيه ملعب بس هو اللي ملعب ترابي. ده انا واخده من 22 سنه بوضع اليد من الاهالي، يعني واخد البتاع. فاحنا بنناشد ومعانا الاوراق بتاعته والعقودات ومعانا الحاجه. فاحنا بنناشد رئيس الوزراء وبنناشد الرئيس وبنناشد الناس ان احنا عايزين الملعب ده، لان الملعب ده ضروري جدا جدا عشان الشباب. فانتوا بتقولوا الوقت بالنسبه للشباب ده ثروه قوميه. طب انا عايز اشوف الثروه القوميه دي نعمل لها ايه؟ والرئيس بيعمل لقاءات للشباب، اعمل اللقاء بتاع الشباب دي. انا عايز الملعب، عايزين ملعب يحتوي الشباب بتاع القريه، يظبط الشباب. انا عندي ناس موجوده في انديه في الملعب الترابي دي، طالعين من الملعب الترابي، عايزين نعمل لهم ملعب نجيب، عايزين نسوي الحاجات دي كلها، عايزين ايه نظبطها. وبالنسبه للموضوع الصرف الصحي انا عندي محول موجود، فاحنا بنناشد الكهرباء وبنناشد الصرف الصحي ان هو يشيل المحول عشان ده عامل معوق في المحطه بتاع كفر عامر رضوان. فاحنا بنطالب الناس بتوع الكهرباء الشيك اذا كان طلع من الصرف الصحي او ما طلعش، اذا ما كانش طلع نطلعه نشوف اي حد، لان احنا مركز كفر شكر ما فيش نايب فيه. كفر شكر اساسا من 5 سنين احنا ما عندناش نايب. خالد يوسف ربنا يسهل له في فرنسا، ومحمد زكريا محمد بيه موجود في مصر ما بيجيش يعني بقى لنا 5 سنين كده احنا ما شفناش محمد زكريا. مركز كفر شكر، هل
احنا بنقول ان الحكومه دلوقتي هل ان مركز كفر وشكر هيقعد 5 سنين تاني من غير نايب؟ لان احنا اتحرمنا في الشيوخ وكنا محرومين في الشعب اللي فات، وادي الشعب اللي جاي ده مش عارفين مين اللي هيخش ومين اللي مش هيخش. حتى اللي ما دخلش حد القايمه، كان مركز كفر شكر ما دخلش واحد في مركز كفر شكر القايمه. فاحنا بنطالب ان احنا عايزين نايب لنا ان شاء الله باذن الله في مركز كفر شكر يبقى موجود عشان نعرف نديله طلباتنا، نعرف نظبط الامور. ودي كل اللي ايه كل اللي احنا بنطلبه، ونرجو المسؤولين ان هم يتفهموا الموضوع بتاع الكره الصغيره دي، لان احنا طبعا ما فيش نايب، ما فيش اي حد يوصلنا للمسؤولين. بقول لك يوم واحد المحافظ جه عشان يشوف المحطه، المهندسين والناس وقفت على الدلداس لسه شغال، لسه ماشيين. المحطه كانت متوقفه من 6 شهور. فاحنا يعني نتكلم نقول ايه؟ نعرف الناس بتوع المهندسين ونعرف الجوده. فاحنا بنطلب دلوقتي السيد المحافظ ان هو ينزل وينزل متابعه على الشركه. الشركه شغاله اهلا وسهلا، مش شغاله يشيل الشركه ويشيل الناس اللي موجوده ويظبط لهم الدنيا. وشكرا. اهلا بكم بعد الفاصل، بعد ما سمعنا التقرير اللي جهزه لنا ابراهيم عماد. طبعا سمعته من احد اهالي كفر عمرو رضوان عن مشكله كفر عمرو رضوان. يعني ايه لما نيجي نتكلم ونقول 150 بيت خارج الحيز السكاني، 150 بيت موجودين من اكتر من 30 و40 سنه، ونبص نلاقي البيوت دي يتقال لهم انتوا خارج الحيز السكاني، انتوا مش هيوصل لكم صرف صحي، انتوا مش هيوصل لكم خدمات، فيش غاز طبيعي، ما لان الف ب حياه هي الصرف الصحي، البنيه التحتيه اللي احنا كلنا بنعاني منها، بعض القرى بتعاني من البنيه التحتيه. والسيد الرئيس اشاد ووجه كل محافظ وكل مسؤول انه يهتم بالبنيه التحتيه لمحافظته. عندك مشكله في محافظتك تبتدي تبلغ الاعلى منك، وكل ده يتم اعتماد مالي ليه من وزاره الماليه. ومن هنا كان بيبقى دور عضو مجلس الشعب اللي احنا قلنا دوره رقابي وتشريعي، ولكن قد يرتبط دوره الرقابي والتشريعي بدوره الخدمي. دورك الرقابي والتشريعي ان انت هتتكلم وهتشوف المسؤول المقصر في خدمة اهل منطقته واهل مكانه واهل محافظته. شوف مين اللي مقصر. بيتكلموا عن المسؤول عن وحدة الصرف الصحي بالتعاون مع المقاول اللي بيشتغل. 3 سنين بيشتغلوا في 3 كيلو. 3 كيلو متر بيشتغلوا فيها 3 سنين علشان يبتدوا يشتغلوا في الصرف الصحي. الناس لحد دلوقتي بتدفع بال100 جنيه كل يوم في بيوتها علشان تبتدي تزيل مخلفات الصرف الصحي الخاصة بيهم. بل ان في مشكلة مرتبطة بالموضوع ده وهنتكلم عليها المرة الجاية بتقرير، ان يوصل ان في شارع في قرية في مركز كفر شكر اسمها البقاشين، القرية دي فيها شارع مش واصل له صرف صحي. تخيل شارع في وسط بلد كاملة وصل لها صرف صحي ويقولوا ان الشارع ده خارج الحيز السكاني. انا عايز اعرف مين المسؤول عن التخطيط، مين المسؤول عن هذا التنظيم. عايزين عملية ادارية نناشد فيها السيد المحترم اللواء عبد الحميد الهجان، نناشد انه يدور على الاماكن دي، بؤر صغيرة فاسدة ممكن تؤذي وتسبب الاذى للمواطنين، وبالتالي سترهق المسؤولين بما فيهم السيد الرئيس اللي ما بيقعدش. السيد الرئيس اللي مش قاعد ما بيقعدش تقريبا. انا مقتنع ان في مسؤولين ما بتنامش، مقتنع بكده. لكن لما يطلع موظف صغير ممكن يعمل مشكلة لازم نبتدي نتابع،
لازم نبتدي نراقب الدور الرقابي. ومن هنا احنا بنطالب ان نقاط الشرطة، بنطالب وزارة الداخلية انها تكون بعض نقاط الشرطة البسيطة في، ولو نقطة صغيرة جدا، في مدينة زي مدينة بنها، في منطقة منشيط النور للمشاكل اللي هناك، في منطقة في مداخل بعض القرى. طبعا وزارة الداخلية بنحييها على دورها وعلى أدائها، بس احنا نفسنا بنحب اكتر، احنا طماعين، احنا بنحبكم، احنا بنحب البلد، وما دام بنحب البلد احنا طماعين، طماعين في كل حاجة حلوة، طماعين في الخير. نفسنا لما يبقى عندنا خير 100% ليه ما يبقاش 200%؟ ما دام طمع في الخير، ما دام حب للبلد دي ولشعبها ولأهلها. لما نيجي نرجع تاني لتقرير كفر عامر ورضوان، هنلاقي مشكلة المركز الشباب، مشكلة مهمة جدا من أهم المشاكل. مركز الشباب اللي نناشد فيه السيد الأستاذ الدكتور المحترم الدكتور أشرف صبحي، الأستاذ الأكاديمي. يعني إيه أستاذ أكاديمي؟ يعني إنسان خلوق، إنسان على دراية، على علم، على وعي. لما نتكلم إن في مراكز شباب، إن في قرية ما فيهاش مركز شباب لحد دلوقتي، والناس بيطالبوا بكده، زي ما فعلا الأستاذ اللي قال في التقرير مواطن قال كلمة حلوة جدا، قال إن مراكز الشباب بتبعد بؤر الإرهاب وبؤر المخدرات وبؤر المشاكل الاجتماعية اللي احنا بنعاني منها. نبعد عن المشاكل الاجتماعية دي، المشاكل الاجتماعية اللي قد تؤدي بينا إلى مشاكل أكبر قد تضر بصالح هذا الوطن. احنا بنتكلم في كده. يبقى احنا لما بنناشد ان مركز شباب يكون كويس، يكون متقسم صح ومهيكل صح، ولو ببعض الامكانيات القليلة يتعامل مركز الشباب لمركز لقرية عامر ورضوان، كفر عامر ورضوان، يتعامل لهم مركز شباب وهم بيتحركوا، يساعدوا شبابهم، يقفوا مع شبابهم واهل بلدهم. من هنا انا بناشد ان يكون في مجموعة انا متبنيها اسمها مجموعة شباب من اجل الوطن. مجموعة شباب من اجل الوطن دي اللي هتقوم بدائرة بنها وكفر شكر، الا وهي دائرتي، هتقوم بيها في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والرياضية. المجموعة اللي انا بدعو ليها في مدينة بنها ومدينة كفر شكر ومراكزهم، المجموعة دي اللي لازم تبتدي عملها من الان قبل بعد الانتخابات، ملهاش علاقة خالص بالانتخابات، ملهاش علاقة خالص بدور عضو مجلس الشعب، بل انها هتؤدي دور رقابي على عضو مجلس الشعب نفسه. نعم، ستؤدي دور الرقابي على عضو مجلس الشعب مجموعة شباب من اجل الوطن، لان الشباب هم عماد المستقبل، وهم اللي احنا مستنيينهم، مستنيين الخير بتاعهم، مستنيين خير الشباب في المراحل القادمة وفي الايام الجاية. لما بنتكلم كمان في كفر عامر ورضوان، بيتكلموا على بعض الحاجات البسيطة. ناس نفسها في حاجات بسيطة قوي، نفسها في غرفة بريد، غرفة بتتهد وعايزين يرمموها. نفسهم ان محول الكهرباء يبعد عن منطقة الصرف. نفسهم في حاجات جميلة جدا، نفسهم يحسوا بأدميتهم اكتر من كده، نفسهم يفرحوا بمسؤول بيحبهم، بعضو مجلس شعب خايف على حلمهم، نفسهم يتعاونوا، نفسهم يشتغلوا، نفسهم ينزلوا بايديهم والبلد كلها ومركز كفر شكر كله على راسنا من فوق، من كل مركز وكل قرية، وكمان اهل بنها الكرام اللي بوجه لهم تحية من هنا. واحب اوجه الشكر اوجه الشكر لبعض مداخل القرى، الناس المهتمين فعلا، وبعض المسؤولين يهتموا ببعض المداخل، ولازم بنحاول نوصل دايرة بنها وكفر شكر ومحافظة الأليوبية انها تكون على القمة. احنا هنا مش بندور على المساوئ بس، احنا كمان بندور على الكويس. ومن الحلقات الجاية هنتابع تقرير مهم جدا عن كفر منصور وعن البقاشين وعن كفر عزب ومشاكل كفر عزب. مشاكل كفر عزب بسيطة جدا نقدر نقولها باختصار، ولكن استنونا في الحلقات القادمة. الحلقة القادمة ان شاء الله هتبقى حلقة قوية، لان الحلقة القوية لازم
تكون معاكم ومع برنامجكم اللي بتحبوه، ألا وهو برنامج الناس والبرلمان.